الربح من الانترنت. دايما تلاقي ناس مشككين قوي من فكره الربح من الانترنت، يعني ايه اصلا نكسب من النت، ويعني ايه نحط ايدينا كده في الشاشه ونطلع فلوس. لا لا، الكلام ده مش حقيقي. مفيش حاجه بتعمل، مفيش ما اخترعوش المكنه دي لسه لحد دلوقتي، بس لما اخترعوها هنعملها ريفيو ان شاء الله. احنا كوطن عربي بطبعنا بنشك دايما في معظم الحاجات، يعني احنا دايما احنا كوطن مش كمصر بس، كوطن عربي وطن شكاك شوية، بنحب نشك في اي حاجة. لازم دليل، لازم حاجة تكون بالدليل، لازم نكسب بالدليل، لازم يكون عندك دليل اللي انت بتقول عليه، لازم كل حاجة اللي عندنا لازم لها دليل، ما ينفعش من غير دليل مش هنصدقها لو انت اتشقلبت. تمام؟ فانا قبل كده اثبت لها 50 مرة قبل كده ان احنا في حاجه اسمها روح الانترنت، في فلوس، في كل حاجه، وازاي بناخد فلوسنا وازاي كل الكلام ده. طيب انت كواحد بيتفرج على الفيديو ده ليه ما بتكسبش من النت؟ انت ليه ما كسبتش ولا دولار لحد دلوقتي؟ ده السؤال اللي جايين نجاوب عليه النهارده. انت ليه ما كسبتش ولا دولار لحد دلوقتي؟ هل انت عندك مهارات عشان تكسب فلوس؟ ما هو استنى بس، مش اي حد يبقى يوتيوبر، مش اي حد بيعمل قناه يوتيوب يبقى عنده ويقدر يتكلم قدام الكاميرا. في ناس بتتكسف، في ناس مش، في ناس مهما اتكلمت قدام الكاميرا برضو بيجي لها الرهبه وما بتقدرش انها تكمل. في حاجات كتير قوي مش سهله، اللي احنا بنعمله مش سهل. ففكك من اليوتيوب، بلاش يوتيوب، بلاش انك تفكر تبقى يوتيوبر. البلوجر، الكتابه، تعرف تكتب؟ في مش كل الناس تعرف تكتب، لازم يكون عندك مهارات للكتابة. في مليون حاجة للربح من الانترنت، لازم يكون عندك مهارة في الحاجة دي. يعني انت مش لازم تشتغل فريلانسر وتشتغل حاجة لها علاقة بالاعمال الحرة عشان تبقى، يعني الحاجات دي مش لازم انك تتعلم المهارات دي كلها، لا مش لازم. انت كل اللي انت عايزه انك تكون فاهم مهارة وتشتغل بيها، تشتغل بيها، مش تشتغل بيها للناس، تشتغل بيها لنفسك. يعني مثلا هديك مثال بسيط قبل ما نبدا في حلقة النهاردة. يعني انت مثلا لو بتعرف تكتب، انت ممكن تعمل مدونة بلوجر وتنشر فيها حاجات وتكتب وتكسب 100 مرة او 100 ضعف اللي هتكسبه لو انت فريلانسر بتكتب للناس. تمام؟ انا بس اتمنى تكون اوصل لك النقطه دي. فده السبب اللي انت ما بتكسبش فلوس لحد دلوقتي، ان انت اصلا ما عندكش مهارات تقدمها للناس، او ما عندكش مهارات تفيد بيها نفسك عشان تكسب فلوس. بس ده اللي انا عايز اقوله لك في بدايه الحلقه دي. فعشان كده انت ما بتكسبش من الانترنت. ولكن بعد ولكن دي، ده بيحصل حاجه في مواقع بقى ما بتحتاجش مهارات، المواقع دي ما بتكسبش فلوس كتير، زي ميجا تايبرز. ده عباره او التايبنج، المواقع التايب كلها اللي هو الكتابه، انك تكتب كباتشا، تكتب حاجات، الحاجات دي كلها بتكسبك حاجات بسيطه، سنتات، يكاد يكون شهريا بيوصل ل $20 كماكسيمم. انت بتكسب $20 شهريا كماكسيمم من المواقع دي، زي موقع الكتابه زي ما قلنا، زي موقع الجي بي تي، زي ام سي كاش، والنهارده عندنا موقع تاني، زي حاجات كتيره جدا. فانا عايز افهمك ان انت بتكسب ارقام قليله، او بتبدا في البدايه انك تكسب ارقام قليله، ده بسبب ان زي ما قلت لك ما عندكش مهاره تنميها، ما عندكش مهاره الناس تستفيد منها. ولهذا في مواقع زي موقع الجي بي تي، زي مواقع التايبنج، زي مواقع حاجات كتيره جدا اللي هنبدا نتطرق ليها في الحلقات الجايه ان شاء الله. لو الفيديو ده وصل 400 لايك، فممكن نعمل لك حلقات تانية عن مواقع بتكسب اكتر، مش عارف، ممكن، بس نوصل الفيديو 400 لايك الاول. اوكي، وزي ما قلنا مواقع الجي بي تي هي من ضمن المواقع اللي بتكسبك فلوس قليله، زي التايبنج كده، زي الكتابه. ولكن المواقع دي بتتميز ان انت فلوسها بتزيد واحده واحده، الدنيا بتمشي معاك شويه، ممكن تكسب $20-$30 في الشهر، تعمل راس مال صغير، راس مال ده تستثمره في حاجه ثانيه، زي تعمل موقع اختصار روابط، واتكلمنا قبل كده بالتفصيل عن الموضوع، زي حاجات كتيره جدا، زي ان ممكن تستثمر الفلوس دي بعد كده في حاجه ثانيه تحطها في مواقع استثمار، ولو اني بقول الموضوع ده حرام عشان كده بطلت اشرح مواقع استثمار، زي حاجات كتيره جدا. تمام؟ فيعني هو ده الفايده، دي الفايده الوحيده بمواقع الجي بي تي. انا هقول لك الفيديو ده مش هيكسبك فلوس كتير، انا شرحت قبل كده 100 حاجه واديتك فرصه قبل كده تكسب $30 من موقع ايجيبشانجي وحاجات كتيره جدا. يعني الفرص اللي بلاقيها على فكره برضو، بما اننا قلنا الموضوع، يعني موقع ايجيبشانجي لما قدم $30 لكل 50 حاله، انا تقريبا خسرت الموقع ده في حدود ال $500-$600، يمكن اكتر من كده. تمام؟ لان انا فعلا الفيديو جاب ناس كتير. فحاجه ثانيه يعني انا بقول لك عليها، ان كفرصه اللي انا شرحتها لك وانا قلتها، ناس عملت ديسلايك وناس قالت لا انت كذاب، انت غصب، مش عارف ايه الهري ده اللي حصل. ده بسبب ان انتوا افتكرتوا ان انا جاي اشرح موقع اختصار روابط. لا، ده انا جاي بديك فرصه. انت كواحد ما عندكش مهارات فانت محتاج الحاجات دي، كواحد ما عندكش حاجه تقدمها على الانترنت عشان تاخد فلوس فانت محتاج الحاجات دي، عشان كده انا نشرت الموضوع ده. غير كده لا، موقع النهارده اسمه فري موني باي، هو عباره عن ام بي سي كاش، ولكن
بحاجات جديده شويه، مش جديده في لا في الشكل، هو جديد في الشكل. فبالتالي هو ده الحاجه الوحيده خلتني اشرح الموقع ده، ان الموقع ده مدفوع، يعني السكريبت ده مش مجاني، تمام؟ مش زي مواقع ثانيه اتكلمنا عليها قبل كده في الجي بي تي، لا السكريبت ده مدفوع، يعني مدفوع في فلوس، والسكريبت كويس وجديد ومحترم. الموقع ده قوائم بسيطه جدا، في الهوم، في الارن، في مش عارف ايه، حاجه بسيطه جدا. اول حاجه الهوم دي بيبقى فيها فلوس الريفرال بتاعتك، بيبقى فيها فلوس اللي انت كسبتها، بيبقى فيها النقط، بيبقى فيها كل حاجه. تاني حاجه الارن دي هي اهم حاجه، بتلاقي بقى شويه حاجات كده في الارن بسيطه جدا، هي عباره عن الحاجه اللي انت بتشوف فيديوهات عشان تاخد نقط، تاخد كوينات، ال 60 كوين ب1 دولار، برده طرق السحب عندك فودافون كاش وباي بال وبيتكوين وكل الطرق اللي انت عايزها، فبسيط جدا. وعندك اورنج وعندك اتصالات وحاجات بسيطه، يعني مش محتاج منك حاجه. واتمنى يعني بفكرك انك تحط وسيله الدفع، هتلاقي يعني في البتاع اللي شايفه قدامك دي بتحط فيها وسيله الدفع، تمام؟ عشان الناس تنسى الموضوع ده، الناس بتنسى وتقعد تقول لك لا انت ما قلتلناش، طب انا طلبت دفع وعملت سند، بيقول لك ريجكتد، الدفعه اترفضت. طب ليه اترفضت؟ عشان حضرتك ما حطيتش وسيله الدفع، هو مش هيشم على ظهر ايده يعني، تمام. فالتسجيل في الموقع برضه بسيط جدا يا جماعه، يوزر نيم وايميل وباسورد وحاجات زي العاديه جدا. فيعني النهارده يعني مش جاي اتكلم عن الموقع اللي هو الخرافي، انا جاي بس اديك حاجه جديده تتكلم فيها، تشغل وقتك بيها. زي ما انت انا عارف انت قاعد فاضي في البيت ما بتعملش حاجه، فدي حاجه تشغل وقتك بيها ساعه ونص في اليوم، تخلص الحوار ده كله يعني، تمام. زي الموقع ده كمان في حاجات سي بي اي ليد، الناس ما بتعرفش يعني ايه سي بي اي ليد، ده يعتبر من احسن المواقع السي بي اي اللي موجوده. ده برده في شويه عروض من السي بي اي ليد، لو انت عملتها بتاخد نقط مضاعفه، بتوصل ل 500 نقطه و1000 نقطه، والموضوع ده يعني 500 نقطه و1000 نقطه انت ملاحظ انت بتتكلم مثلا في 5-6 دولار، ده كويس جدا يعني يا جدعان. فالموقع بس مش سهل على فكره، الحاجات دي مش سهله، فالحاجات دي برضو يعني مش كل الناس تعرف تعملها، سيرفري وحاجات كده محتاجه معلومات دقيقه منك، لو هتعملها اكتب معلومات دقيقه، وبيطلبوا حاجات عن البلد بتاعتك وحاجات كده، فهتبقى جاسوس فقشطه مفيش مشكله. فزي ما قلت لك الموقع قوائمه بسيطه جدا، ما فيهاش اي حاجه. ولو دخلنا على قائمه زي ما قلنا الايرن، هي اهم قائمه خالص موجوده، هي القائمه اللي هتلاقيه واضح فيها قوي ان انت ممكن تكسب فلوس عن طريق انك تشاهد فيديوهات، عن طريق انك تخش على ويب سايتس، عن طريق حاجات كتير يعني 3-4 حاجات هتستفيد منهم، وتقدر تحصل على شويه نقط، وممكن ماكسيمم تحصل على 15 نقطه يوميا. 15 نقطه دول لو انت من غير السي بي اي او اي حاجه من العروض الغاليه دي، هتوصل 15 نقطه يعني في 3 ايام هتحصل على 1 دولار، او 4 ايام بالكتير تحصل على 1 دولار. انا عارف 4 ايام 1 دولار ده رقم محبط، انت فاهم، ولكن الفكره ان انت ما عندكش مهاره، فانت محتاج الحاجات البسيطه دي، يعني حاجات بسيطه مش مشكله. اشتغلت عليه واشتغلت على ام بي سي كاش، يبقى انت بتجيب 2 دولار كل 4 ايام، كويس جدا، وممكن اكتر من كده كمان، ممكن يوصل معاك ل 3 دولار، بسيط مفيش اي حاجه. في حاجات تانية بقى في الموقع ده، هي البروموت. البروموت دي عباره انك ممكن تضيف فيديو ليك على اليوتيوب بحيث انك تحصل على 4000 ساعه مشاهده، عايز تزود مشاهداتك، ممكن تضيف الويب سايت بتاعك تجيب له زيارات، تزود فلوس الاعلانات عندك، برضو حاجات بسيطه جدا في الموقع ده. موقع سهل وبسيط ما فيهوش اي مشاكل، وان شاء الله باذن الله يكون عجبكم وبس كده. يعني اتمنى الشرح ده او طريقه الشرح دي تكون عاديه، تكون حلوه، تعجبكم، بدل ما نروح للكمبيوتر واقعد اعمل، اعتقد ان الطريقه دي اسهل، الطريقه دي احسن، الطريقه دي ابسط. وان شاء الله الفتره الجايه يبقى في تحديث لشويه حاجات هنا هتحبوها ان شاء الله، يعني حاجات زي ان انا مثلا هقعد في الاوضه دي على طول، دي مش اوضتي، ده مش اكيد ما بنامش على المكتب يعني، بس دي مش اوضتي انا، بعد كده هنام في الاوضه دي، هنجيب حاجات كده وهنظبطها، وان شاء الله تبقى احسن، بما ان الاوضه دي تبقى بتاعتي، فانت فاهم هيبقى في اهتمام اكتر في اوضه اللي بنصور فيها، تبقى احسن ان شاء الله. وبس كده، شكرا جدا ليك على المشاهده. عشان نعمل لك استراتيجيات وعشان ننزل لك حاجات، فانا محتاج دعم، فمحتاج اللايك بتاعك، بس اعمل لايك، وصل الفيديو ده 400 لايك، ساعتها اقول لك شكرا ومبروك عليك ان في استراتيجيه جايه قريب. بس كده، شكرا جدا ليك على المشاهده، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. لايك، ما تنساش اللايك، سلام.